السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأرجو الاشتراك في القناة. أبو جبل يثير جدلا كبيرا ويتعرض لانتقادات كبيرة من متابعيه بعد نشره صورة لمنتخب مصر وعلق عليها الحمد لله على التعادل السلبي، وبعد نشره لهذه الصورة انهالت عليه الانتقادات بسبب صورة المنتخب. وكان الزمالك قد تعادل مع سجرادا الأنجولي اليوم بدون أهداف في دوري أبطال أفريقيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.